ودلوقتي هنختبر بقى السيستم بتاعنا اللي هو الكونكشن ما بين الافايا سيرفر واليو سي ام جراند ستريم من خلال اللي هو السيب ترانك اللي احنا عملناه. احنا معانا هنا 3 سوفت وير، 2 منهم اللي هو الافايا كوميونيكيتور والافايا ورك بليس مربوطين بالافايا سيرفر. لو بصينا هنا في السيتنج مربوط هنا ب 104 اللي هو الاي بي بتاع الافايا سيرفر ولوجد ان، وهنا برضو لو بصينا هنا كده في بتاع في سيرفيسز والفون سيرفيسز مربوط ب 104 اللي هو الافايا سيرفر، هنا مربوط بالجراند ستريم يو سي ام بالاكستنشن 58. تمام، ومعانا برضو تليفون اللي هو جراند ستريم، ندخل عليه دلوقتي. ستاشر خمسة وعشرين، نعمل برضو منه كول على السوفت وير دول. تمام، 127، والاكستنشن كام؟ الاكستنشن 20. طيب هنعمل بقى من 20، اول حاجة هنعمل افايا لافايا. تمام، نعمل افايا لافايا، ادي افايا اهي 101، هتتصل على الافايا اللي هي 102. 102، ونقول كده كول. دي الكول اهو. الو 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 الو، الو، خلاص خلاص كل الكول شغال شغال معانا. معانا زي الفل. نعمل كده، طيب العكس، افايا الافايا برضو 101 اهو، بوب اهو، كان كول من بوب رايح لأليس. انسر اوكي، الو اوكي. الو الو، الو، تمام تمام، شغالة معانا زي الفل. طيب من الجراند ستريم ان الافايا الافايا خلاص، وافايا للجراند 101، ده عايزين يتصل على ايه؟ الـ85. تمام، ادي هنا اليس اهي، وتتصل على كام؟ تتصل على الجراند ستريم يو سي ام. تمام، قول له اوكي. ألو، الو، 1 2 3، الو ألو، الو، ماشي، اند كول. طيب الافايا ده برضو كده اتصل على الجراند ستريم. الو ألو، الو، 1 2 3، 1 2 3، ألو، الو، تمام، الكول كده تمام زي الفل. طيب احنا دلوقتي عايزين نروح من الافايا للجراند ستريم ونسحب منه خط ارضي. طيب هنسحب خط ارضي بايه؟ بالتسعة، 9 0 5 5 2 4 8 6 5 2 4، وعملنا كده. تمام، التليفون بتاعي بيرن اهو، نفتح. الو 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 الو، الو، تمام 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 زي الفل. خلاص نقفل ده كده، كل الاتصالات بتاعتنا زي الفل. نتصل بقى من العدة اللي هي عدة الجراند ستريم اللي هي رقم 20 على 101 على الافايو. نعمل كده، نعمل هنا ايه، ادي اهو بيتصل، ونعمل انصر. الو الو الو، خلاص نقفل. تمام زي الفل. طيب نتصل احنا برضو على العدة من الافايا على العدة بتاعت الجراند ستريم مباشرة اهو. اليس اهو بيتصل على الـ20. اوكي، الو الو، تمام زي الفل. خلاص نشوف بقى الاتصالات دي بقى فين، في اليو سي ام نفسه. تمام، او في اليو سي ام، نفتحه من هنا افضل.
من على الباسورد متسيف. كول تمام. انا اعمل اتصال من الجراند ستريم على الافاي من 20 على 101، من 20 101. انصر اوكي. الو 1 2 3 خلاص. طيب من 20 على 102، 20 على 102. جراند ستريم بيتصل على الافاي. الو 1 2 3. طيب عايزين بقى نتصل من الافاي على الجراند ستريم. اهو اليس بتتصل على 20. الو انا بقفل ليه. الو روح 2 3 تمام شغالة معايا. نعمل بقى ايه الاتصال اللي نعمل اتصال دلوقتي على الخط الخارجي 9. ممكن نجيبها من هنا على طول، اللي هي التليفونات اللي احنا اتصلنا بيها. فين؟ اه الهيستوري. الهيستوري اهو. هنتصل بقى على تليفون خارجي دلوقتي. الاتصال هيبقى من الافايا للسنترال الجراند ستريم، وهيسحب منه ايه خط ارضي ويتصل على الموبايل بتاعي. شوف كده الكول ده يمشي ازاي. اهو 9 اليس راحت للجراند ستريم، تسحب منه خط ارضي، ودي الكول واصل اهو زي الفل. الو 1 2 3 تمام. ادي كده معانا الاتصال ناجح زي الفل. خلاص هنراقب بقى، عايزين نراقب الاتصالات منين، من الأباية سيرفر اللي هو الستيتس. تمام ادي هنا ال دي كده. ندخل بقى على الأباية سيرفر. خلاص احنا كونكتد كده بالسيرفر اهو. ادي اليوزرز اللي عندنا اللي هم اليس وبوب وكارول وكريستين. عايزين نتفرج بقى على ايه الاستيتس. نطلع السيرفر ادفانسد سيستم ستيتس. نعمل بقى برضه شوية اتصالات ونشوف ايه من الجراند ستريم للأفاية والعكس. ماشي ادي الترنك بتاعنا اهو لين 18. ماشي خلينا نشوف هنا على الاكتف كول. انا اتصل دلوقتي من 20 للـ101. 20 انا اتصل اهو 101 من الجراند ستريم للأفاية. ماشي عملنا كده اهو من خلال السيب ترانك. تمام نعمل انصر للكول ده. الو ماشي ادي هنا الستاتس كونكتد الكولينز لاين 18 كونكتد. ال 20 حط البتاع ده عشان كده 20 على 127 متصل على الاكستنشن اللي هو 101 على الأبار من خلال كونكشن تايب اللي هو الـ VCN. تمام نقفل الاتصال دوت ونعمل 20 على 102. نعمل انصر للكول دوت نفس القصة. ده الأبار ورك بليس مش متختلفش خالص. 20
اللي هو 102 اللي هو البوب كونكتد في سي ام. تمام. طيب نعكس العملية، ناخد من الأفاير الجراند ستريم 20 اهو، الكود ده رايح فين؟ اهو الكونكت لاين اليس اهي، طلع من الأفاير رايحة فين؟ رايحة للجراند ستريم اللي هو 107 اهو، ده تشانل 104. تمام كونكتد. خلاص نعمل برضو، نعمل بقى كل خارجي باستخدام الأفاي. نعمل كده، ادي الكول اهو، ده الكول ده على الموبايل بس ما رنش. تمام تمام نفتح كده، نعمل كده. الو الو، الكول اهو شغال اهو، اكستنشن 101 اللي هو الاليس كونكتد، طالع من اللاين 18 السب اللي هو 104 شانل 1 كونكتد، رايح فين؟ رايح على الجراند ستريم. لو عملنا كده دبل كليك كده الكول ده كده، نشوف الديتيلز بتاعته، ادي اكستنشن 101 اليس، ده النمبر 9 طبعا بيشيل الواحد من الستريب، دي كونكتد طبعا من 100 لاين 6 رانك 104 104 رايح على ال 127 اللي هو سنترال جراند ستريم. وهنا الترانك اهو من 104 ل 127، السنترالين مربوطين بالسيب ترانك لاين 18. طيب عايزين نشوف الترانك دلوقتي، سيب ترانك لاين 18، لاين 18 كده. بص هنا بقى ايه اللايسنز اللي عندنا، احنا عندنا هنا لايسنز لخمسة سيب ترانك، يعني خمسة اكستنشن من هنا يتكلموا ايه، خمسة من هنا مش اكتر، عايز اكتر تجيب لايسنز اكتر حسب الكيس اللي عندك وحسب حالة الربط اللي عندك وحسب الأجهزة اللي في الطرفين. وبتجيب يعني مثلا لو أنت عندك 1000 هنا و1000 هنا، ممكن تجيب 250 سيب ترانك لايسنس للسيرفر الأفايا علشان يعني تعمل اتصالات ما بين السنترالين. طبعا مش يعني مش الألف اللي هنا هيكلموا الألف اللي هنا، لا، المكالمات طبعا عمرها ما بتيجي كده، وخاصة كمان اللي هو حتى لو انت عندك سنترال في ألف لاين، الكول كاباسيتي بتاعته او الكونكرنت كول او اللي هي الاتصالات المتزامنة اللي في نفس الوقت ما بتبقاش ألف، يعني بتبقى مثلا النص الربع التلت على حسب السنترال نفسه. وانت لو جبت 250 كويس جدا جدا، 200 كمان كويسين جدا جدا، لان يعني مش ممكن الالف اللي هنا هيكلموا الالف اللي هنا، حتى كمان مش هتسمح السنترال بكده. وكده نشوف احنا كده كملنا الاتصالات بتاعتنا كلها بالكامل. نعمل اتصال تاني، نسحب خط تاني 101 ونشوف هنا التأثير هيبقى عامل ازاي. ايوه شوف التاني اتسحب ازاي، لو الخمسة اتسحبوا خلاص مش هتعرف تعمل كول تاني. تمام احنا كده دلوقتي بتصل على اللي هو من 20 على 101، 20 الديستنيشن 101. كده احنا شفنا الكود بتاعتنا كلها شغاله، والسنترال شغال، السبرانك شغال. الحاجه الوحيده اللي مش هقدر اجربها لان ما عنديش جيت واي على السنترال افايل، مجرد سوفت وير، فمش هقدر اخد من الجراند ستريم للافاي اعمل اتصال ومنه اسحب الخط الارضي المربوط بالسنترال الافاي. مفيش خطوط ارضي مربوطه بالسنترال الافاي، بس هو الفكرة واحدة وناجحة، وهو موضوع السيب ترانك ده اللي هو بتربط بيه ما بين الأفايا والجراند ستريم. يا رب تكون كل حاجة واضحة لغاية كده.